الحقيقة هذه الزيارة وضعت بعض البصمات العملية يعني لثورة 17 فبراير، الوقوف على المشاكل التي ستساعد في نمو الاقتصاد وتنمية المنطقة، لحل المشاكل والاختناقات الصحية، حل المشاكل التعليمية، المطارات والمواصلات. يعني هذه ما وقفت عليه هذه الزيارة. طبعا صدر قرار بعد زيارة مركز سبها الطبي وقسم الكلى، طبعا صدر قرار من رئاسة الحكومة بأن يتم رفع قسم الكلى في سبها، علاج الكلى، إلى مركز طبي بحيث تصبح ميزانيته من رئاسة الوزراء، ويكبر هذا القسم بأن يكون مستقل عن مراقبة الصحة في سبها بحيث أن يقدم خدمات أفضل. هذا القرار الأول لاتخاذات هذه الحكومة. القرار الثاني طبعا إنشاء كلية هندسة النفط. كان هناك قسم لهندسة النفط تبع كلية الهندسة في براكتو، وأصبحت كلية مستقلة في مدينة سبها. القرار الثالث معالجة المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الجنوب، وهي المطارات المغلقة. يعني عندي مطار سبها، مطار أوباري، مطار براك الجديد المستحدث. هذه المطارات تناقشنا مع الحكومة بحيث أن توجد آلية لحل هذه الأزمة بحيث يرتبط الجنوب بالشمال بالعالم بالكامل. طبعا الزيارة الأخرى والمهمة جدا لنا في تفعيل القضاء، وهي زيارة وزير العدل إلى موقع اقترح من بلدية سبها بأن يكون سجون، بحيث أن يستطيع القضاء أن يفعل الإجراءات الصحيحة. وهذا الموقع إن شاء الله غدا سيكون هناك اجتماع بهذا الخصوص لاعتماده كسجن رسمي في سبها، بحيث أن القضاء يبدأ مفعل في الجنوب إن شاء الله. هذه أهم بصفة طيب عامة. هناك خبر كبير جدا طيب، اللي هو اعتماد أو وضع الحجر الأساس للمنطقة الحرة. طيب بالنسبة للمنطقة الحرة Yeah.